ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Je suis très motivé aujourd'hui pour cette révision sur la troisième et la quatrième leçon. Cette révision est consacrée à la deuxième année secondaire. Vous êtes prêts? On va commencer. أعزائي الطلاب، سوف نقوم اليوم بحل نماذج امتحانات كمراجعة على الدرسين الثالث والرابع للصف الثاني الثانوي، فلنبدأ على بركة الله. بداية عزيزي الطالب، خذ وقتك كاملا في الإجابة، تستطيع إيقاف الفيديو وقت ما تشاء. النموذج الأول، نبدأ بالسؤال الأول. Lis bien ce document puis répondre aux questions. اقرأ جيدا هذه الوثيقة ثم أجب عن الأسئلة التالية. ثم أجب عن الأسئلة التالية. ملحوظة أن هذه الوثيقة بدأ بكلمة سالي، فهي ومنتهية بكلمة أورفوار، يبقى دي من العلامات الدالة على أن دي كونها إيميل. كونها إيميل. Je m'appelle Samuel. Je suis français. أكون فرنسي. J'habite à Paris. أسكن في باريس. J'ai 16 ans. لدي 16 سنة. Je parle bien français et anglais. أتحدث الفرنسية والإنجليزية. J'aime être pilote. J'aime être pilote. وخلي بالي. وحاول أن أظلل الكلمات اللي ممكن تكون ذات أهمية أو ذات دلالة في القطعة عشان تريحني في الأسئلة. أحب أن أكون طيارا. طبعا لما أقول لي أحب أن أكون طيارا، يبقى دي حاجة خاصة بأمنية الشخص ده، يعني حاجة في المستقبل. Mon père est avocat. والدي يكون محامي. Et ma mère est professeur. والدتي تكون أستاذة. J'ai un grand frère. لدي أخ كبير. Il s'appelle Léo. اسم ليو. إلى جورناليست، هو صحفي. Je déteste le judo. أنا أكره الجودو. J'adore participer aux courses de vélo. أنا أشارك في سباقات الدراجات. الكورس هنا معناها سباقات دي فيلو الدراجات. Première question، السؤال الأول في الوثيقة عندي. La mère de Samuel. La mère de Samuel. طبعا la mère de Samuel، أم سامويل أو والدة سامويل. travail يعني تعمل. travail معناها تعمل. dans تشتغل إيه؟ طبعا نرجع للوثيقة تاني، نلاقي إن أم والدة سامويل هي بروفيسور زي ما شفناها في السطر الرابع. تبقى بروفيسور، يبقى تشتغل فين؟ برافو، dans une école. فين؟ dans une école. يبقى هناخد الاختيار numéro C. deuxième question، السؤال الثاني. Samuel n'aime pas. Samuel n'aime pas. ونخلي بالي من النفي، ما قالش aim، ما قالش aim، لا ده نفاها. نرجع للوثيقة ونشوف ايه هو الحاجة اللي هو مش بيحبها. هنلاقيها سي لوجودو. سي لوجودو. ادي عندي في الوثيقة ذكر لي كلمة دوتست يعني يكره. يبقى مش لازم يجيب لي نفس الفعل نفسه، يجيب لي فعل شبيه بيه، فعل عكسه، لكن فيه. تمام، فهنا هتاخد الجملة نفس المعنى فتاخد الإجابة لوجودو. الإجابة لوجودو اللي هي نمرو دي. troisième question، السؤال الثالث. ليو اي دو سامويل. ليو اي دو سامويل. ليو وعلاقته بسامويل. طبعا هنرجع للوثيقة صغيره شويه. ايه علاقة ليو بسامويل؟ هنلاقيها من النص اللي عندي في السطر الرابع، مكان بيتكلم ان هو سون فرير يعني اخوه.
فهنروح على الاختيار مغودي ونقول لو فرير. سامويل ابيت سامويل سويت اتغ. سامويل بيتمنى ان يكون ايه؟ طبعا عندي موجودة في الوثيقة بيلوت اللي هو الاختيار بي. طبعا حضرتك تقدر ان انت تهدي الفيديو او توقفه عشان تشوف انهي اختيار الانسب ليك، انهي الاختيار الانسب ليك. طيب هنروح دلوقتي على السؤال الثاني اللي هو سؤال السيتياسيون. عندنا موقف واحد بقول شوزي لي دو بون ريبونس اشاك سيتياسيون. اختر، نخلي بالنا شوزي يعني اختر لي دو بون ريبونس الاجابتين الصحيحتين اشاك سيتياسيون في كل موقف. طبعا ده عشان حاجه خاصه بالثانويه العامه، فعندنا اجابتين صحيحتين مش اجابه واحده زي الثانويه الازهريه. السؤال عندي بيقول لي تونامي تو دوموند، صديقك تي دوموند يسألك تا بروفيسيون عن مهنتك سويتي المتمنى كيسكو تو دي ماذا تقول. ولازم اقرا الموقف بعناية، اول موقف واخر موقف لانه ممكن ده يغير في الاجابة. ماذا تقول؟ نقرا الاجابات. او تي ترافاي، او تي ترافاي معناها اين تعمل. نمرو بي كلمة يي، خلي بالنا ان كلمة يي معناها مهنة تساوي كلمة بروفيسيون، لكن الفرق ما بينهم ميتي ماسكولان وبروفيسيون فيمينا مؤنث، لكن ميتي مذكر. نمرو سي جو سويت اتر ميدسان، جو سويت اتر ميدسان احب ان اكون او اتمنى ان اكون ميدسان طبيب، ودي الاجابة الصحيحة الأولى اللي عندنا. نروح لباقي الأسئلة. باقي الإجابات بيقول لي جيم اتر بيلوت، جيم اتر بيلوت، جيم اتر بيلوت أحب أن أكون طيار. دي الإجابة الثانية. فأنا عندي سي اي دو. آخر إجابة كيسكو تو ايم اتر، كيسك تيوم اتر ماذا تحب ان تكون. ده سؤال لكن انا محتاج اجابه مش سؤال. تروازيم كيستيون، السؤال الثالث ده بيكون خاص بالقواعد، ده بيكون خاص بالقواعد. بيقول لي شوازي لا بون ريبونس، اختر الاجابه الصحيحه، اختر الاجابه الصحيحه. اون دو ماكيت، اون دو ماكيت، طبعا الضمير عندي اون، الاون هيساوي اي ال تمام تصريفا وليس معنى. فبالتالي طبعا يبقى انا هاخد نيميرو دي، نيميرو دي. دوزيام كيستيون، دوزيام فراز، العباره الثانيه النيج، النيج النيج معناها تثلج او بتنزل ثلج. إيفير، إيفير يعني عايز أقول في الشتاء. طبعا أخذنا أن كل فصول السنة بتاخد حرف الجر أون ما عدا الربيع بناخد أو. في الجمل اللي زي دي اللي بيبقى فيها معنى الجملة في فصل معين من فصول السنة، لأن في الجملة التعريفية بتاخد أداة تعريف ومع أفعال الشهور طبعا بتاخد أفعال أداة تعريف برضو. فهنا الإجابة الصحيحة اللي هي نيميرو دو أون، اللي هي نيميرو دو اون. ايه نعمل علامة عليها. السؤال الثالث او لا فراز نيميرو 3 il n'a pas، il n'a pas nuage، nuage معناها سحب. انيس في مدينة نيس، طبعا عندي النفي هنا فبيخلي الأداة الموجودة تدغم فتاخد الاختيار الأول، فناخد الاختيار الأول. نروح بعد كده نسحب الجزء الفوق، خلصنا كده القواعد ونروح بعد كده على سؤال الايميل.
سؤال الايميل، احنا في الصف الثاني الثانوي عندنا ايميل بخلاف سنة اولى ثانوي ما عندهمش ايميل الشهر ده. نقرأ كده نقرأ بعناية كده. ريبوند ا سو ايميل، اجيب على هذا الايميل. سالو، كل سيزون، كل سيزون يعني اي فصل، دو لاني من فصول السنة، تيم انت تحب، اي بوركوا ولماذا، اي فصل من فصول السنة انت تحب ولماذا. اوغفوار، مع السلامة، من اسهل الايميلات الموجودة عندي، ان انا ممكن احلها بسهولة جدا. طيب من الكلام اللي انا جبته او من السؤال، عشان خاطر في ضربة بتخطئ في الايميل، بسط الجملة قدر الامكان وحاول تاخد كلمات هي موجودة اصلا في رأس السؤال عشان ما تخطئش. فهنختار فصل من فصول السنة، هنا هنقول ليفير يعني معناها الشتاء. سي ما سيزون بريفيري، هو فصلي المفضل. انا عند تقريبا واخد ايه الجملة منها بعض الكلمات من فوق، فكده انا هرتاح، يبقى فصلي ايه المفضل، تمام. باسكو لانني، جملة بلوي احب المطر، هنا بقى السبب بتاع بوركوا. الجزء التاني من السؤال هنقوله بعد كلمة باسكو، لان باسكو معناها لان او بسبب. جملة بلوي احب ايه المطر، احب ايه يا اولاد المطر. الى نيج والثلج، وايه والثلج. اجو في دو سكي، فير دو سكي معناها امارس التزلج. طيب جو في ان بونوم دو نيج، واقوم بصنع ان بونوم دو نيج يعني رجل الثلج او رجل مبتسم من الثلج المتساقط. كده احنا جاوبنا الايميل اللي عندنا. نروح على السؤال الاخير عندي اللي هو خاص بالموضوع. طبعا انا جهزتهم من الاول عشان ما ناخدش وقت في الفيديو. هنا بيقول لي اكريفي، النص بتاع السؤال بيقول لي اكريفي يعني اكتب دو كانز من 15 افامون لعشرين كلمة دان سو سوجي في هذا الموضوع. اوتيليزي مستخدما ليزيليمون عن العناصر سويفونت التالية. بارل دو تروا بروفيسيون، بارل دو تروا بروفيسيون، تحدث عن ثلاث بروفيسيون يعني مهن. الى ناتور يعني طبيعة، دو ترافاي عمل. شاك بروفيسيون، شاك معناها كل مهنة، شاك بروفيسيون كل ايه كل مهنة. نختار ثلاث مهن، انا هنا مظللهم لك باللون الاحمر. اول واحدة مثلا جيم اتخ فيترينير، ولازم تراعي حاجة تمام وانت وبتكتب تخلي بالك كويس خالص عشان انك تبسط العناصر اللي عندك، نقولها المرة التانية عشان ما تخطئش. اول واحدة جيم اتخ فيترينير يعني ايه معناها، احب ان اكون طبيب بيطري، احب ان اكون طبيب بيطري. كم يعني مثل، مونونكل، مونونكل يعني عمي. طيب نخش بقى في طبيعة المهنة. جو في افوار، افوار يعني معناها احب او يعني اريد، افوار الحصول على او امتلاك. ان فيرم يعني معناها مزرعة، دانيمو للحيوانات، دان مون فيلاج، فيلاج معناها قريتي. لو فيترينير الطبيب البيطري، سواني يعالج، ليزانيمو الحيوانات. طبعا كان ينفع ان احنا نقتصد في الجملة دي ونقول على طول جيم اتر فيترينير بور سوانيي ليزانيمو، بس انا حبيت اجيب لك كلمات تانية اكتر عشان يبقى ايه عشان انت ممكن يكون مطلوب عندك عدد معين من الكلمات لازم ايه تتجاوزها تمام، في اثناء الشرح لازم ناخد كلمات اكتر شوية. المهنة التانية جيم جو بريفير اتر فارماسيان، فارم او فارماسيان،
أحب أن أكون فارماسيان صيدلانية. كم مامير مثل والدتي. إل بريبار، هنا في خطأ في الضمير ده، عشان كم مامير وهنا عشان اخترناها مؤنث نصلحها فتبقى كده. إل بريبار إي فوند، وتبيع لي ريميد، ريميد معناها أدوية، وتبيع وهنا معناها الأدوية. جيم اتر بروفيسور، المهنة الأخيرة، أحب أن أكون معلم. كوم مون بير، مثل والدي. مثل مين؟ مثل والدي. إليكسبليك، هو يشرح. لي ليسون، الدروس، هو يشرح إيه الدروس. وبكده نكون إحنا إيه خلصنا النموذج الامتحان الأول. هنروح بعد كده على النموذج التاني. طبعا لازم تخلي بالك إن أنت فيه في الامتحان ان شاء الله في شهر نوفمبر الزمن عندك ساعة. طيب هنبدأ هنا بالوثيقة اللي عندي، بيقول لي برضو لي بيان سي دوكومون بي ريبوند او كيستيون، اقرأ الوثيقة جيدا ثم اجب عن الاسئلة. كيسكو فو فات، كيسكو فو فات، فو فات معناها تفعل. باندون اثناء الويك اند، العطلة. جيم بوكو لا ناتاسيون. يبقى نلاحظ حاجة، في عندي سؤال في النص ده بادئ بالايه من فوق كعنوان سؤال، وبعضها من شكل الوثيقة ان في ردود موجودة وفي اشخاص بيردوا، عندي نيكولاس، عندي ماري، عندي جان، عندي مارتين، تمام، ومفيش اسئلة تاني. يبقى سؤال واحد من فوق والباقي عبارة عن اجابات من بعض الاشخاص، ده بنسميه ريبورتاج او تحقيق صحفي، تمام. ده بيختلف عن المحادثة، المحادثة بيكون فيها أطراف تسأل بعضها وتجاوب. طيب نقرأ كده النص ونكمل. جيم بوكو لا ناتاسيون، أحب بوكو كثيرا لا ناتاسيون، سباحة. جو في أ لا بلاج، أذهب إلى الشاطئ. بوغ ناجي، لكي أسبح. جو في أ لا كامباني، أنا أذهب. ده كان نيكولاس اللي كان بيتكلم. الرد الثاني بتاع ماريا، خلي بالك ان انت عندك الرد والايه والشخص تحتها عشان ما فيش طالب يخطئ ويفتكر لا ان العكس موجود. هنا بيقول لك جو في، انا اذهب، على كامباني، شي مي غران بارون، عند اجدادي. لا هناك، جو في دو فيلو، انا اركب الدراجه. افيك مي كوزين، مع بنات عمي اللي بتتكلم ماري. اللي بعد كده جادور لا ناتور، انا اعشق الطبيعه. جيم فوتوغرافيي، وتصوير، تصوير لي فلور، الزهور. لي زوازو، والطيور. جو نيم با لي فولكان، ولا احب البراكين. جيم بوكو، احب كثيرا لا مونتاني، الجبل. الويسكي، سو جينيال، هذا رائع. طيب بعد ما قرينا الوثيقة نروح بقى على السؤال الأول، بريميير كيستيون. سي بيرسون، هؤلاء الأشخاص، باغل، يتحدثون، كلموا عن إيه؟ نروح للسؤال اللي كان في أول الوثيقة من فوق، لأن ده الفكرة العامة اللي عندي. بيقول هنا كيسكو فو فات باندون لو ويك إند، الله، كيسكو فو فات باندون لو ويك إند، يبقى ده أكيد بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الويك إند. برافو عليكم. يبقى ده بيتكلم عن بيتكلم هنا بيتكلم هنا عن ايه؟ عن الويك اند، وهنظل هنا بلون مختلف شوية. يبقى في الاجابة هنا هناخد نمرو A، سي لويك اند، سي لويك اند، انها العطلة. شكل اللون الاصفر مش باين، فنغيره بلون احمر عشان يكون ايه لون ظاهر اكتر. طيب دوزيام كيستيون، السؤال الثاني، دو تيست لي فولكان، دو تيست لي فولكان، بيكره البراكين، بيكره، ده عندي دو تيست لي فولكان، بيكره البراكين. مين عندي بيكره البراكين هنا؟ برافو جان، سي جان، سي جان، انه مين؟ يبقى نروح على نمرو بي ونعلم عليها. طيب تروازيام كيستيون، السؤال الثالث،
طبعا نصغر الشاشة شوية. الويك اند العطلة ماغي او كل عطلة، هنا طبعا اداة التعريف لما بتيجي في الاول دي تفيد غالبا ايه التكرار. كل عطلة ماغي في ديفلو، ماغي في ديفلو تركب الدراجة مع مين؟ افيك مع مين؟ هنا بيقول لي في الاجابات افيك سي فوازين مع جارتها، ولا سول، هنا سول معناها منفردة او بمفردها، معناها مفردها، ولا افيك سي كوزين، سي كوزين بنات عمها، ولا سي كوبين صديقتها. انت ملزم بالنص اللي موجود عندك، فهترجع فوق للنص هتلاقيها ايه برافو سي كوزين، يبقى ناخد نيميرو بي برضو. كاتريم كيستيون، السؤال الرابع والاخير في الوثيقه دي، بيقول نيكولاس ايم، نيكولاس ايم، نيكولاس بيحب ايه؟ نرجع للوثيقه فوق عشان نفتكرها سوا مع بعض. نيكولاس بيحب ايه؟ او عندي بيقول لي جيم، بيقول لي هنا جيم بوكو، احبه كثيرا، ناتاسيون سباحه. نروح هنا على تحت العباره نيميرو بي اللي هي عن السباحة، نيميرو بي اللي هي بتتكلم عن ايه؟ عن السباحة. ونقول تاني خد وقتك كامل، محدش بيجري وراك، مفيش داعي تخطئ، القطعة اللي عندك هي قطعة فهم ما هيش قطعة سرعة. انت مش مطالب انك تخلص وتمشي، لكن مطالب انك تحل اجابات صحيحة. وبإذن الله كلكم وجميعا تقفلوا. نروح بعد كده على السؤال اللي بعد كده اللي هو سيتياسيون المواقف. وفي الموقف الاول اللي عندي هو بيقول لي هنا شوازي شوازي اختر لون اخضر واضح اكتر. شوزي لو دو ريبونس، اختر اجابتين. اشاك سيتياسيون في كل موقف، وشاك زي ما قلنا معناها كل. تونامي صديقك، اونديك يعني يوضح، كيل اليمون اي عناصر الطبيعه، وما هي عناصر الطبيعه، ال ديتست اللي بيكرهها، دان لا ناتور في الطبيعه، كيس كيل دي ماذا يقول. والموقف تاني تونامي انديك صديقك بيوضح، كده ليمون اي عناصر اللي تيست يكرهها، دون لا ناتور في الطبيعه، كيس كل دي ماذا يقول. الاجابه الاولى جادور لو بلو، اعشق اللون الازرق، طبعا دي مستبعده خالص. الاجابه الثانيه جيم لا فوغي، ما برضو يحب، لا فوغي يعني الغابه، بس برضو اجابه مستبعده. نروح للجزء الثاني من الامتحان والاختيارات. هنا بيقول جو بريفير لا ميوزيك، ولا دي ولا عناصر طبيعه ولا حتى يكره. امال ايه هي الاجابه الصحيحه؟ سي، هي كده اتحسبت حتى لو ما قريتهمش، لكن هي سي لي فوغي، انها الغابات. طب هتقول لي فرقت ايه عن اللي قبلها؟ يقول لك كان فيها فعل يحب، لكن دي بيقول لك انها الغابه، كلمه انها الغابه هي وذكر الشيء بس، تمام؟ فهنا هي الاجابه الاوقع والافضل ليك والصح. او طبعا الاخيره هنا برضو نيميرو اي جو نيم با لي فولكان، لا احب لي فولكان يعني البراكين. لي فولكان يعني ايه يا اولاد؟ يعني البراكين، فبرضو هي الاجابه الدقيقه. الحمد لله خلصنا سؤال سيتياسيون. نروح على سؤال جرامير. سؤال الجرامر هيكون عبارة عن ثلاث عبارات. بريمير فراز، العبارة الأولى بيقول هنا كومبيان فوتو، كومبيان معناها كم، وتسأل عنه عدد، تحط مكان عدد في الجملة، ويجي بعدها اسم جمع، طبعا دي معناها صور، ودي جمع عشان الاس الموجودة. طيب احنا خدنا ان يكون فيكم حاجه اسمها كومبيان دي،
سؤال بقى، دي اللي هنا دي بيبقى شكلها ازاي؟ نفتكرها مع بعض. مظبوط، اللي هي نمغو بي. خلي بالنا مع كومبيان دي مش بتتغير، مش دي جامدة حتى وان كان بعدها جمع ما بتتغيرش. طيب نكمل بقية السؤال. بروند يعني تأخذها أو تلتقطها. بور لا فوري في الغابة. دوزيام فراز العبارة التانية، يقول ما سير أختي إي دي كويزي متنكرة ميدسان طبيبة. المظهر بتاع التنكر ياخد حلف الجر ايه؟ سامعك اللي هناك خافو اون الضمير حرف الجر اون. نيميرو سي تروازيام فراز ما سور اختي اي تكون اختي في منى. هاخد بروفيسور يعني معلم، ولا انفيرميير ممرض، ولا ميدسان طبيب، ولا افوكا محامي. عايزين واحدة مؤنث. شكلهم كلهم مذكر، لكن لا باردون، في واحدة تنفع مذكر تنفع مؤنث، اللي هي مظبوط ميدسان. ميدسان كلمة طبيب وكلمة بومبيي في منهجنا ينفعوا للتذكير والتأنيث من غير إضافات. طيب نروح بعد كده على الايميل. سؤال الايميل كاتريم كيستيون، السؤال الرابع. معلش نحاول نضرب الشاشة قدر الامكان. طيب عشان لو في اي ملحوظة نقدر نكتبها بسهولة غير اي مشكلة. تمام، هنا بيقول لي ريبوند ا سي ميل، اجب على هذه الايميل هذا الايميل. سالو اهلا، كيلي تا بروفيسيون سويتي، ما هي امنيتك المتمناه؟ وطبعا هنا حطينا اكور تبعيه في مؤنثه عشان نعيد على كلمه بروفيسيون مؤنثه. كيلي لا ناتور Quelle est la nature de cette profession? ما هي طبيعة هذه المهنة؟ Au revoir، مع السلامة. طبعا أنا هنا جبت لك إجابتين، ينفع تقول جيم أدغ، ونخلي بالنا أحب أن أكون هنا بتدل على المستقبل، ما ينفعش تقول je suis médecin، je suis تبقى خطأ لأن أنت كنت بتكلم عن حاجة في المضارع، وبقول لك المهنة المتمنى عن المستقبل، فنستخدم حاجة دل على التمني أو الرغبة، فالرغبة بتديك حاجة مستقبل. يبقى جيم اتر ميدسان، أحب أن أكون طبيبا. بور سوانيي، طبيب بيعمل إيه؟ بيعالج. يبقى لأجل أنه على، ونخلي بالنا بعد بور بيجي إيه؟ بيجي مصدر، أهو فعل مش مصرف. بور سوانيي لأجل أنه عالج لمرض المرض. أو في إجابة تانية بديلة، جو سويت اتر، أتمنى أن أكون ميدسان طبيب. لي جادور، هنا بقى التفسير، جادور سوانيي أحب أن أعالج لمرض المرضى. جيم ترافايي، وأحب أن أعمل الأوبيتال في المستشفى. كده خلصنا سؤال الإيميل، نروح بعد كده على السؤال الخاص بالموضوع. بيقول لي فيه سوجي، عندي طيب هنا بيقول لي اكريفي، اكتب دو 15 ا 20 مو دون سي سوجي، اكتب من 15 20 كلمه في هذا الموضوع. اوتيليزي مستخدما لي زيليمون سويفون، العناصر التاليه. طبعا لو كان مديك عناصر اهلا وسهلا، لو ما كانش مديك عناصر
يبقى ده بيديك أريحية في استخدام الكلمات بشكل موسع أكتر. لكن لو في عناصر لازم يجيب العنصر نفسه، يجيب ما يساوي العنصر من كلمات. طيب عندي هنا بيقول لي بارل تحدث، دو تي اكتيفيتي عن أنشطتك بندون أثناء لي كاتر سيزون. لي كاتر سيزون الفصول الأربعة، دي معناها إيه؟ الفصول الأربعة، فلازم نذكرهم في كل فصل. طبعا هنا هنبدأ أونيفير في الشتاء، إيه اللي بيميزه؟ الفي فغوا جو بارد، إتيل بلو وتمطر، أون جو على كونسول دو جو. كلمة كونسول دو جو اللي هي الألعاب الخاصة، ألعاب الفيديو جيمز اللي بيحبها الشباب دي. طيب وده عشان خاطر ليه الدنيا برد مش هنطلع طبعا، شيء مؤكد. او برينتون العنصر الثاني او الجمله الثانيه، او برينتون في الربيع، نخلي بالنا من حرف الجر او في الاول. الفي دو يعني الجو لطيف، اون في دو فيلو نركب دراجه. ونخلي بالنا كويس قوي من التصريفات، لو انت كطالب عندك مشكله في التصريفات اختار جمل مبسطه، ما يبقاش في جمل فيها كتابه كتير، مبقاش جمل فيها تصريف فعل شاذ جامد. بس في بعض الافعال الشاذة زي فيرب فيغ لا غنى عنه، فانت كطالب تحاول قدر الامكان انك تبقى متماسك في تصريف الافعال عشان ما تخطئش فيهم. وكمان في استخدام احرف الجر عشان اللي بتتغير زي الدي ما بين كلمه للتانيه تكون هي واخد بالك منها كويس، زي الدي هنا جت بالشكل ده عشان خاطر الكلمه فيلو ماسكولان مش فيمينان. الجمله الثالثه اونيتون في الخريف، الفي موفي طبعا من ما يميز الخريف ان الجو فيه بيبقى سيء. اون ريغارد اون ريغارد نحن نشاهد، لا تلفزيون التلفاز. اون تي في الصيف، الفيشو العنصر الرابع في الصيف، الفيشو الجو بيكون حار. اون فا الى بيسين اون فا الى بيسين نحن نذهب الى حمام السباحه، نحن نذهب الى حمام السباحه. نروح بعد كده الحمد لله خلصنا الامتحان الثاني، نروح على الامتحان الثالث، نروح على الامتحان الثالث، نروح على الامتحان الثالث. نروح على الامتحان الثالث والأخير. عندي هنا بيقول لي لي بيان سي دو كومون، لي بيان سي دو كومون اقرا هذه الوثيقه، بو ريبوند او كيستيون، بو ريبوند او كيستيون ثم اجب عن الاسئله التاليه. طبعا من شكلها مختلفه عن الامتحان اللي عدى. انا بيقول لي اميره وفي ريهام، اميره وريهام اتنين بيتكلموا مع بعض، يبقى دي شكلها على طول دي محادثه، شكلها ايه؟ محادثه، كونفرساسيون او ديالوج. طبعا هنا اميره بتقول بونسوار ريهام مساء الخير، بونسوار ريهام مساء الخير ريهام، كيف فيتي كيف في تون بير كيف في تون بير ماذا يعمل والدك. ريهام بترد عليها تقول لها بونسوار اميره، مون بير اي ميدسان، مون بير اي ميدسان يعني والدي يكون طبيب. il travaille هو يعمل، dans un grand hôtel في فندق كبير، في فندق كبير. أميرة تقول لها quelle est la profession de ta mère et مهنة مامتك. ريهام بتقول لها ma mère est pharmacienne، ma mère est pharmacienne. أميرة بتقول لها et toi وأنت qu'est-ce que tu aimes être، qu'est-ce que tu aimes être ماذا تحبي أن تكوني. être معناها تكون. ريهام جورناليست كوم مثل حرف تشبيه مونونكل عمي. طبعا النص واضح ان هو نص سهل جدا وجميل جدا. نبدا كده نشوف الاسئله بتاعت الوثيقه دي، هنصغرها عشان يبقى الاسئله كلها والنص عندنا. السؤال الاول بيقول لي بريمير كيستيون، بيقول لي ريهام بارل دي سي بارون، تتكلم عن والديها، عن ايه بالنسبه لوالديها؟ من النص اللي فوق واضح ان هي اتكلمت عن ايه، سويت امانيهم ولا جود
رغبتهم ولا بروفيسور أساتذتهم ولا بروفيسيون مهنهم؟ لا طبعا بروفيسيون. السؤال الثاني دوزيام كيستيون ودوزيام فراز، يقول لي لونكل دو ريهام ترافاي، عم ريهام ترافاي بيشتغل فين؟ دون. في اخر عنصر او اخر جملة في الوثيقة كان بيقول لي جورناليست كوم مون اونكل، يبقى ده جورناليست. الجورناليست بيشتغل فين؟ دون زون ماجازين، ماجازين معناها مجلة. امال كلمة ماجازان يا ميسيي؟ لا ماجازان دي معناها محل، نقول ماجازان دي فيتمون محل ملابس، لكن ماجازين معناها مجلة. كده الكلمتين مذكرتين ماشي، لأن الفرق ما بينهم كبير. طب النطق قريب شوية؟ لا تلاحظ حاجة، محل ماجازان لو اس اونتر دو فوايل سي برونونس زد، بتنطق زد. من الكلمة التانية اللي هي ام ماجازين، اللي هي الإجابة الصحيحة اللي هي نمرو بي، زد هنا وبعدها مفيش صوت أنفي، مفيش فويل نازال، المهم فبتقولها ماجازين، تانية ماجازان. طيب ريهام ايم اتر، سؤال تالت، ريهام ايم اتر تحب أن تكون أي واحدة من دول؟ طبعا من نفس العبارة الأخيرة في الوثيقة، عندها تبقى زي عمها جورناليست، تبقى هتاخد نمرو دي، تاخد نمرو دي. طبعا عندي الاختيارات ميدسان طبيب، فوتوغراف مصور، فارماسيان صيدلانية، ولا جورناليست. لا تاخد جورناليست. الكاتريم كيستيون، السؤال الرابع، بيقول لي دو ريهام بريبار دي ميديكامون، بيتكلم على حد له علاقة بريهام. بريبار يعني يعد، بريبار معناها يا اولاد يعد، دي ميديكامون يعني ادوية، دي ميديكامون يعني ايه؟ ادوية. مين اللي بيعد الادوية هنا؟ طبعا في الاختيارات، معلش نعلي شوية، لا مير الأم ولا لونكل العم ولا لا كوبين ولا لو بير. نرجع كده بالوثيقة، هنلاقي هنا في السطر ده طبعا الأم لا مير اي فارماسيان صيدلانية، يبقى على طول هنختار إجابة لا مير. وكده خلصنا الوثيقة. نروح بعد كده على السيتياسيون المواقف، وأول موقف عندي بيقول لي شوزي طبعا لي دو بون ريبونس اشاك سيتياسيون، اختار اجابتين زي ما متعودين. تي انديك لي مويان، تي انديك يعني توضح، تي انديك معناها توضح، لو مويان وسيلة دو ترانسبور النقل، كو التي تيوتيليز التي تستخدمها، تدي انت تقول، تدي انت تقول. الاجابة الاولى بيقول لي جو مو ديبلاس، فيرب سو ديبلاسي معناه يتنقل، معناه ايه؟ يتنقل. فهنا بيقول لي انا اتنقل اون فاتير في السياره، برافو نختار الاجابه دي. العباره الثانيه جابيت او سونتر فيل، جابيت او سونتر فيل يعني انا اسكن في وسط المدينه مستبعده خالص. نمبر سي جو في او سينما لو فاندردي، je vais au cinéma le vendredi، انا بذهب الى السينما يوم الجمعه، طبعا برضو اجابه مستبعده. نيمورو دي je prends، انا اخذ او اركب le bus l'autobus او le métro او المترو، برافو دي اجابه صحيحه. اخر عباره نقراها وخلاص عشان ربما يكون فيها كلمه محتاجين ترجمتها، je prends يعني انا اتناول دي فروي الفاكهه، ونخلي بالنا فيرب prendre ده فيرب متغير المعنى، فيرب ايه متغير معنى بيتماهى مع سياق الجملة. ففي العبارة الرابعة جو بران دو لوبيس معناها اركب الاتوبيس او اخذ الاتوبيس، لكن في العبارة الاخيرة معناها اتناول فاكهة، معناها اتناول فاكهة. نروح نكمل باقي اسئلة السيتياسيون. عندي هنا باردون، هو سؤال سيتياسيون واحد فقط. عندي بعد كده الجرامير، ثلاث عبارات. في العبارة الأولى بيقول طبعا رأس السؤال شوزي لا بون ريبونس، اختر الإجابة الصحيحة. إيل بو، إيل بو، طبعا نخلي بالنا في وصف الطقس لما نلاقي الضمير إيل موجود عندي في الجملة يبقى هاخد فيغ بفاغ على طول،
والصفة اللي هنا هتكون صفة مفردة مذكرة. لكن لو لقيت عنصر من عناصر انا بوصفه زي لو سيل لو تون، تبقى تاخد فيرب اتر. تمام، تبقى تاخد فيرب اتر. بس طبعا مفيش طالب بيقول لي طب افرض يا مستر او يا مسيه مش ممكن استخدم كلمات تانية. لا، ممكن تستخدم كلمات تانية، بس ده الاشهر الامثله الموجوده. فهنا بنقول ال، نقول ال، والاختيار الصحيح لما هو الفي بو. الفي بو العبارة الثانية، دوزيام فراز، بيقول مي كوزين، بنات عمي سون. طبعا بنات عمي دي ادي الاكورد او التبعية هنا اس، يبقى ده جمع مؤنث، جمع مؤنث. بلوريال فيمينا، فناخد حاجة برضو تكون مؤنثة. طب مين هي المؤنث؟ افوكا. لا، دي تبعيتها اس، واحنا عارفين افوكا لما يكون اخر اس تبقى جمع مذكر. طب اكتور في سي، لا طبعا مستبعدة. نفس القصة، معناها ممثلين، افوكات محامين. طيب بومبييه وميدسان، الكلمتين دول فيهم وجه شبه، ان الاثنين في حاله الافراد ينفعوا فيمنا وينفعوا ماسكولا، ينفع مذكر ينفع مؤنث. تمام. طب في حاله الجمع، يعني هما في الافراد مش بيتحط لهم اكورد اي تبعيه، لكن في الجمع لا، بيتحط لهم تبعيه واحده اللي هي الاس، لو اس دي، فبتصلح لو اس لحالة الجمع المؤنث والجمع المذكر. كده عرفنا الإجابة الصحيحة، نيميرو بي ميدسا. طب بومبي لا، ما فيهاش تبعيد أو الأكورد بتاعة الجمع، فمش هناخدها. آخر عبارة عندي أو تغوزيام فراز، بيقول لي إيه يكون لادغس يعني عنوان، لادغس يعني عنوان دي فيكتوار. هو بيسألني عن عنوان فيكتوار، كلمة أدغس في منها ولا مسكولان؟ مذكر ولا مؤنث؟ لا، في منها طبعا. طيب في منها بلوريال ولا سانجولي، مفرد ولا جمع؟ لا مفرد، يبقى ناخد الإجابة الصحيحة نيميرو دي. طب يا ميسي، احنا لما بنيجي صفة ملكية بناخد معاها من ساعات، نكتبها الملحوظة دي على جنب شوية. أقول لك استنى، هو مش فيه هنا حرف متحرك بتاع كلمة أدغس في الأول؟ أيوة. طيب بتاخد أه عشان خاطر حرف الأ اللي موجود، فعشان خاطر بيجي بعدها حرف أ، فأنت بتاخد أه، بتاخد من، لكن ما بتاخدش ما، ما بتاخدش إيه؟ ما في الحالة ايه؟ في الحالة دي. طيب نروح للسؤال قبل الأخير، هو سؤال الإيميل عندي، وبيقول لي هنا ريبوند اس ايميل، أجب على هذا الإيميل. سالو، بيحييك وبيقول لك سالو تو فا الي. طبعا عندي تصريف فيرب الي، وبعد كده جاب الي تاني، واحد مصرف تاني في المصدر، خلاص عرفنا، يبقى ده بنسميه مستقبل قريب. معناها انت سوف تذهب على فيت دي جويزي، حفلة تنكرية دو جان كيلو تون دو جويزمون، ما هو شكل تنكرك؟ طب انا سألك الاول، هل سوف تذهب لحفلة جان؟ لازم اخليك تجاوب جملة كاملة. طبعا هتقول له وي، نعم، وتستخدم نفس الزمن الموجود عندك، ما تستخدم، ما يكونش مضارع تستخدم مستقبل، ولا مستقبل تستخدم مضارع، يبقى في مشكلة. طيب هقول je vais aller، انا سوف اذهب، وترى انك تجيب من نفس الكلمات اللي فوق عشان ما يبقاش في خطأ. je vais aller à la fête de Guizy، تقريبا الجملة دي متاخدة من فوق في معاد التصريف اللي في الاول عشان ما تخطئش في الاحرف كتير. وي جو في الي، انا نعم انا سوف اذهب على فيت دي جويزي دي جان، الى حفله جان التنكريه. طيب السؤال الثاني طبعا بيقول لك كليتون دو جويزمون، ما شكل تنكرك؟ هقول له جو في، انا سوف اتر دو جويزي، اكون متنكر اون ميدسان، في شكل طبيب. في شكل ايه؟ طبيب. وتراجع الكلمة أو المحاضرات بتكتبها أكتر من مرة عشان ما يبقاش في أخطاء فيها إن شاء الله. نروح بعد كده على السؤال الأخير اللي هو الموضوع، بيقول لي هنا اكريفي يعني اكتب، دو كانز اكريفي اكتب دو كانز افامون دون سي سوجي، من 15 ل 20 كلمة في هذا السؤال وفي هذا الموضوع. اوتيليزي مستخدما لزاليمون سويفونت، العناصر المعطى. طيب ايه اللي عندي؟ بتكلم عن ايه؟ بيقول لي بارل، تحدث، دو تون عن الطقس،
هون جبت في مصر، هون التي صيفا. طيب في عناصر معطاة ممكن يديها لك ممكن لا. طبعا هنا جايبها لي كلمة شو معناها حار، طبعا احنا مولع مش حار اساسا يعني. سيل سماء، سلي شمس. وتاني بتستخدم الإما نفس الكلمات عندك في النص هتكتبه، يا إما كلمات مساوية ليها. طيب نبدأ كده ونقول on Egypt في مصر. طبعا نلاحظ ان كلمة Egypt مصر، والناس تاخد حرف الجر on. في مصر on été في الصيف. il y a du soleil، طبعا كلنا حافظين العبارات دي. يوجد شمس، partout يعني في كل مكان، في كل ايه مكان. برافو. بعدها الفيشو، هذه العبارة اللي كان سألني طلب مني ان اكتبها، او الكلمة طلب مني ادخلها في جملة. الفيشو الجو حار. اليا دي سولي الجو مشمس. ونخلي بالنا هنا ان كلمة سولي مذكرة، عشان كده ناخد دي. الجو مشمس او يوجد شمس. لو سييل السماء، اكلار السماء تكون صافية. لو سييل بريل معناها الشمس، في كلمة بريل دي جمع فعل بريلي بمعنى تلمع أو تتلألأ. وآخر حاجة اون بورت نحن نرتدي دي فيتمون لوجور معناها ملابس خفيفة. كده يبقى احنا كتبنا موضوع بشكل متناسق، وموضوع ما فيهوش ان شاء الله اي اخطاء. شكرا لكم اعزائي الطلبة والطالبات، ما تنسوناش ان شاء الله من صالح دعائكم. تمام. Au revoir.